البطولة بقى اللي هي بطولة النجم، هل عدى على حضرتك إحساسا مثلا أو بالتفكير أنا الخطوة الجاية في يوم من الأيام في رحلتك الخطوة الجاية لازم أخد دور البطولة وأبقى النجم، هل فكرت بالطريقة دي قبل كده؟ عمري عمري فكرت في كده. انا الدور مكتوب كويس، انا حبيته، انا من جوايا انا بطل العمل، بشتغل وانا احساسي دوري هو البطوله. ما اقيسهاش بقى بالشبر وكم صفحه وكم مشهد لا 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 لا، الدور عجبني اشتغلت عليه كويس خلاص. ان ما كنتش انا بطل العمل انا احد ابطال العمل. يعني مثلا الاسطوره انا كنت قلقان جدا ان اشتغل لسه رايحة لحضرتك بالأسطورة، اتفضل بسمعك. لان جمهور محمد رمضان طاغي. انا هعمل ايه يعني؟ يعني اول حتى ما بعتوا لي هعمل ايه؟ ما انا مش هضرب ولا هعمل اي مش هعمل اي حاجه من دي. لكن لما قريت لقيت عندي مساحه اني اعمل شغلي بشويه اجتهادات كده ومذاكره كويسه وتوفيق من عند ربنا، طبعا ممكن تعمل شغل كويس قوي. فالحمد لله لما اتعرض جمهور محمد رمضان اللي هو ممكن بنسبه كبيره انا مش من ضمن اهتماماته، قدرت اكسب عدد كبير قوي منه. في الدور اللي عملته. دي بتبقى محطات كده لازم الممثل يبقى واعي فيها هو بيعمل ايه.